اكيد في حاجات كويسه بتطلع، بس كل اللي بيطلع برضو ما بيقابلش قوي الاطفال في حته قريبه منه، يعني ما بيقربش قوي للطفل. تقرب لهم ازاي؟ ان انا احس وانا بقدم الماده ان انا زيهم طفل. ايوه يعني انزل لهم، يعني انزل ان انا بتكلم، انا حاسه دلوقتي مش بادي، انا بتكلم ان انا طفله بشعور طفله، بالافكار اللي ممكن تدور جوه الطفله، بالطريقه اللي ممكن تتكلم بيها الطفله. ازاي قدرتي ترجعي السنين دي؟ يمكن اللي مساعدني عايزين نرجع كلنا معايا يمكن انا جوايا كده، يمكن انا جوايا جزء كبير كده، فده مساعدني. خلي بالك ده اكيد، يعني بعيدا عن ان الشخصيه مساعداكي، ده لازم جواكي هو اللي طالع. يعني الشخصيه بتساعد، بس انت اكيد من جواكي ده موجود، عشان كده قدرتي توصلي لهم. ايه اكتر المواضيع اللي ناقشتيها في زيتونه وعملت صدى حلو كده وجابت فيدباك عاليه والناس يعني قعدت تشيد بيها؟ بصي خليني اقول لك، مثلا اخر اسبوعين تحديدا، لانه موسم الامتحانات وانا حسيت الناس كتير بتتكلم عن الامتحانات، وطبعا التعليم مأساة دلوقتي يعني، والامتحانات مأساة. فجربت عملت فيديوهين، ثلاث فيديوهات كمان، كان اولهم حتى زيتونه دي بتتكلم على انها بتذاكر ومطلوب منها على طول تفضل تذاكر وتكتب، ومامتها بتضربها بالشبشب يعني العادي الام المصريه يا جماعه، الام المصريه الاصيله عادي جدا. فدي بدات تسمع قوي، دي خدت حتى فيديوهات فظيعه جدا مش طبيعيه يعني على الفيسبوك. بعدها عملت تاني، كملت في الحته دي في الامتحانات، اللي بيذاكر الامتحانات ومش عارف يفصل بسبب الفيسبوك والمسلسلات وبتاع، برده لقيت الشباب بقى داخلين حاسين بيقولوا ده حالنا يعني، دي هي حاسه بينا يعني شايفانا. دول اكتر حاجات من الحاجات الجديده.